حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. وحشتوني كتير قوي من اخر جولة عملتها لكم، اتأخرت عليكم بس لما رجعت لكم بحاجات واسعار جميلة جدا جدا، بشرة حلوة للناس اللي لسه والدة جديد وعايز تعمل سبوع وباسعار على قد الايد. تيجي بسرعة وتتفرج على الفيديو دوت. المحل دوت تحفة جدا واسعاره حلوة قوي قوي، قايله لكم العنوان بالتفصيل في اول الفيديو. الاسعار على قد الايد، بتبتدي من اول 2 جنيه. 2 جنيه هتقدري تعملي منه سبوع. يلا بينا نخش الفيديو ونشوف جايبه لكم ايه. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وبشرة حلوة قوي. النهاردة علشان خاطر المميز اللي خلاص على وش ولادة، قلنا نجيب لكم اسعار حاجة السبوع. اول مرة عملها لكم على القناة، يا رب تعجبكم. بصوا فندق امون اهوت، احنا وهنا سوق، ده شارع النصر، سوق الميدان، هنخشه كده. اول محل اسمه بصل. تعالوا يلا بينا نشوفوا الاسعار عاملة ازاي. وزي ما قلت لكم الاسعار على قد الايد اللي بيميز قناتنا. يلا بينا نشوفوا الاسعار عاملة ازاي. جولة سريعة كده. بصوا عنده اشكال كتيرة، سواء عايزة شنطة كبيرة، شنطة صغيرة، احجام اللعبة، لعبة كبيرة، لعبة صغيرة. الناس ذوق جدا في المعاملة وبيريحوكم في اللي انتوا عايزينه، بيمشوكم وانتوا مبسوطين. لايك وشير واشتراك في القناة وكومنت حلو منكم. ويلا بينا نشوفوا جايبة لكم ايه النهاردة. السلام عليكم. بصوا دي كريستالات بداية كده، هوريها لكم وهقول لكم اسعار كل حاجة. دي اشكال الكريستالات، حاجات تحفة بجد ملهاش حل، حلوة قوي وقيمة جدا جدا. مش شرط ان انت تكوني جايباها كمان للسبوع، ممكن للنيش، العرايس بقى اللي بتحب ان هي تشيل حاجات وتزوق النيش بتاعها. دي اشكال الكريستالات. بصوا عايزه اقول لكم المحل هنا ناس كنا في المعامله، انا عايزه اقول لكم ولادي جايبه من عندهم الثلاثة، جايبه من عندهم بس بسم الله ما شاء الله هم جددوا المحل كمان وطوروه احسن من الاول. دي التشكيلة، ده بيبقى الشكل اللي انت عايزاه، وبعد كده بنحطه في الشنطة صح كده؟ حط في البوكس كده. هقول لكم اسعار كل حاجة بس لازم اشوقكم كده الاول واقول لكم الحاجات اللي عنده عاملة ازاي وشكلها عاملة ازاي. عنده كمان الشوكولاتات اهي، عنده كبير وعنده صغير وعنده كل حاجة على قد استطاعتي. تعالوا برضو عنده هنا اللعب. بصوا التشكيلة فظيعة بجد، تحفة قوي واشكالها روعة. هفكركم تاني بعنواننا ونقوله تاني. عنواننا فين؟ اول الميدان، المكان ما يتوهش خالص يا جماعه. بصوا دي الاشكال الثانيه اللي هي اقل شويه في السعر. بصوا حبايبي ده الكارت بتاعه اهو، اي حد عايز يتصل عنده رقم ارضي وكمان رقم الموبايل شريف العسكري. دي حاجات الاطفال كده، ودي مثلا حاجات الاطفال بس زيت وسكوتش وكيكي وحاجات بتتعمل للاطفال. دي اكيد اسعارها برضو اقل من التحف ديت صح كده؟ طب يلا مش هطول عليهم الجوله اكتر من كده ونقول لهم بقى اسعار. نبدا بالحاجات اللي هي القليله في السعر. العجله دي عامله كام؟ بصي الحاجه ديت بحشوها وحاجتها كامله بتكلف 7 جنيه كامله. كامله؟ بالحمص بالسوداني بالملبس بكل حاجاتها عامله 7 جنيه. طيب البزازه والارنوب؟ بصي عندك الصف ده كده كله اي حاجه فيهم نفس الحش بتاعها كامل بيتكلم معاك 7 جنيه، بالحمص بالسوداني بالملبس بكل حاجه. تمام. في حاجات كده مثلا البزازه الزواج دي كده بتكلف معاكي 3.5. 3.5. في حاجات زي كده ممكن تكلف معاكي 6 جنيه البزازه دي. في اشكال تانية زي الاسبونش والشربيتا والعربية والكيتي دول بيتكلفوا معاكي مثلا في رينج 7 جنيه 6.5 نفس الرينج ده كده.
طيب قول لنا العلب اللي هي المعدن. العلب الصغيرية دي كده العلبة دي كده بتعمل معاكي 4 جنيه. 4 جنيه؟ جاملة بقى بتجي في الكلف وكل حاجتها بتخش مثلا معاكي في منشي مثلا 12 12 كده 12 حاجة الحاجات اللوازم بتاعتها. قول لنا برضو دي عندي الأسعار بتبدا من اول 10 جنيه حاجة كاملة مكملة يعني مثلا. ورينا كده اشكال اللي هي ال 10 جنيه. حاجة زي دي كده مثلا دي كاملة كده بحاجتها كلها بتجيب معاكي منشي 10 جنيه. بصوا حبايبي عامله ايه من جوه؟ فين الحمص اللي فيها؟ ضحكت عليهم؟ لا في كل حاجه طبعا. بصوا كل حاجه بصوا اهي دي عامله 10 جنيه اللي هي مثلا 2 جنيه لان اللعبه اكبر. في اللي هو كمان المصحف دوت ده عامل كام؟ ده رينج 15 جنيه 28 هنا المصحف اكبر شويه. لا هنا هو نفس المصحف بس انا محطوطش السبت. بتكلم مثلا معاك 25 جنيه. طيب اللي هي الكريستاله دي باجة مش كريستاله اللي هو الدبدوب ده في منه كريستاله منه باجة هو معمول منه الباجة دوت بيتكلم برضه معاك بس تكلفه المصحف بتكلم مثلا معاك 25. طيب وشنطه البيبي دي كده بتكلم مثلا معاك نفس التكلفه برضه نفس التكلفه. تعالى اوريكم الاشكال اهي عندنا كده اللعبه اهي كلها كل صف ليه سعر يعني مثلا. طب نبدا من اول هنا الصف ده كده معاكي من اول جنيه الصف الاولاني الصف الثاني. انتوا متخيلين ان اللعبه بجنيه اهي حاجتها بقى مصف شوكولاتتها وكل حاجتها مش هتقدر بتكلم في 10 جنيه. متخيلين؟ طب قول لنا بقى الصف الثاني ده عامل كام؟ الصف ده بيتكلم معاكي 2 جنيه. بص الصف اللي انا بعمله لكم وحجم كمان اللعبه كبير يعني شويه يعني بتكلم مثلا معاك 11. طيب والصف اللي بعديه بتكلم معاكي 3 جنيه. 3 جنيه تعالوا بقى بصوا القمر ده قول لنا كده الاسعار. الصفين دول كده بيتكلم معاكي 4 جنيه الصفين نفس السعر 4 جنيه. بصوا عايزه اقول لكم اهي اشكال المصاحف وكمان العلب اللي هي الصفيح اللي احنا قلنا عليه فيه منه الدبدوب ده عامل زي الحصاله 6 جنيه. 6 جنيه في اشكال كمان مختلفه خشب. حبايبي مش هطول عليكم الجوله. لايك وشير واشتراك في القناه وكومنت حلو منكم واقول لكم استنوني بجوله جديده. باي باي ومع السلامه.